إن شاء الله طلوع هالروح على هالبيت، والبيت هذا فدى الشعب الفلسطيني، فدى المقاومة، فدى الناس كلهيته، وهيني قاعد على بيتي لن أتحرك من هذا البيت. أنا حمود سليمان سالم أبو عمرة، سكان خان يونس، مدينة القرارة. العمر 51 سنة، أب لأسرة مكونة من 19 شخص، وزي ما بتشوف عينك يعني بيتنا دمروا الاحتلال تاريخ 13/11/2019، ومن أول يوم ومن ثاني يوم يعني لما رجعنا على البيت في نفس الليلة في الليل ليش يعني أنا مش هطلع من بيتي، وانا حتى قاعد في بيتي اذا اليوم ولا بكره ولا بيضربوه وانا قاعد فيه كمان عندي اياها عادي. الشغله صارت عاديه يعني تكرر كذا حرب، وانا يعني اربع حروب عشتها في نفس البيت هذا، والحمد لله يعني كانت هذه الحرب الاخيره هي الحرب اللي دمرت الكل يعني دمرت البيت كليا. اتصلوا فيي تقريبا الساعة 11:50 11:05 في الليل، لأنه بيقول لي حمود أبو عمرة، قلت له نعم، قال أنا جيش الدفاع الإسرائيلي بحكي معك، بدي أقصف بيتك، قال يلا أخلي البيت. صحيت الأولاد وصحيت الجيران، قال لي روح بعيد يعني حوالي 350 متر بعيد. هذا الاحتلال سلطوا علينا مش من اليوم، من أجدادنا يعني من أجدادنا ومن أبهاتنا. دائما يعني الاحتلال بحب لما بيقصف بيت زي هيك بقول لك انا برعب الناس، انا برعب المواطن يعني، هذه ارضنا، هذه ارض مقدسه يا ابني، هذه الارض ارض مقدسه، لازم احنا نظل قاعدين فيها. ارض الرباط فيش احسن منها، لما ربنا يريد لك تموت، موت على ارضك، موت في بيتك، ظلك صامد في بيتك وفي ارضك، في مكانتك. ونصيبك حتاخذه، اليوم بكره بعده حتاخذه.